السلام عليكم، معكم طلال نقار. بتابع معكم بسلسلة الفيديوهات تبع الطريق إلى أمريكا. الطريق لأمريكا مو بس للمخضرمين، أنا كان الفيديو الأصلي تبعي هو المخضرمين، حنحكي بشكل عام حتى المخضرمين والخريجين الجدد. أنا بدي استضيف معي بهذا المقطع أخونا آرام عباس، طبيب متخرج حديثا، خرج ما شاء الله هاي السنة من جامعة دمشق، والحمد لله يبدو أنه هو خلص الامتحانات تبع السبات ستيب 1 وستيب 2، وعمل الشروط اللازمة لحتى يعدل شهادته وياخذ الاي سي في الاي سي اف ام جي سيرتيفيكيشن. خليني اسلم اعطي خلي اخينا ارام يعرف نفسه يعني بشكل سريع قبل ما احكي وندخل بالتفاصيل. تفضل اخي ارام. السلام عليكم، أنا آرام عباس. مثل ما قال الدكتور طلال، أنا خريج جامعة دمشق دورة أيلول 2022. الحمد لله قدرت أن أمشي بطريق المعادلة الأمريكية وخلصت الامتحانات المطلوبة، ولا حتى قدرت أحصل آخر شيء على شهادة المعادلة اللي هي الـ ACFMG Certification. طيب جميل جدا. أخونا آرام، أنا بس أحب أعرفك أنا بالطريق القديم اللي كان الناس تتبعه وشوف كيف التعديلات صارت عليه. بين عام 2002 2003 تقريبا حتى 2020 كانت الناس كلها تقدم ستيب 1 وتقدم ستيب 2 بعدها، وهذا الشيء كان يتقدم خارج أمريكا، وكان بعدها ينتقلوا ليضطروا يعملوا شغله اسمها الفحص السي اس. الستيب 1 والستيب 2 هو الفحص ام سي كيوز، يعني اسئله متعدده الخيارات. بعدين لما ينجحوا فيهم كانوا يصيروا يقدموا السي اس. السي اس هو الكلينيكال سكيلز اللي هو بيطلعوا فيه على امريكا، كان لازم تقدمه جوا امريكا ما بيتقدم خارج امريكا، وانا قدمته داخل امريكا. الفحص نفسه هو عبارة عن فحص مهارات سريرية، عبارة عن 10 حالات ممثلين بتشوفهم، بتحكي معهم لغة إنجليزية، بتاخذ منهم قصة مختصرة وتعطيهم ديفرنشال، بتتعامل معهم، بيقيموا لغتك الإنجليزية بالتسجيل المسجل، وبيقيموا قدرتك الطبية نوعا ما، وبيقيموا مهارات التواصل الكلينيكال سكيل الكوميونيكيشن سكيلز تبعك. فهن يعني كان هو فحص شكلي صراحة، بس هدفه الأساسي هذا الامتحان إنه يتعرفوا على هذا الشخص اللي بده يرجع لأمريكا، إنه خرج يتعلم يعلموه طب. يعني هذا لو حطوه ورا بالمدرسة حيتعلم معهم، لأنه في ناس للأسف لا يمكن تعليمه صراحة، اللي هي لغته تكون ضعيفة كثير، مهارات التواصل عنده ضعيفة كثير، ما بيفهم شو هي الكلتشر الأمريكية وكذا، فهذا كان هو عائق قدام الناس. ولما كان ينجح يفشل الواحد بالسي اس ويرجع يقدمه مرة ثانية، فهذا نحط نقطة بسجله صراحة، ربما البروجرامات ما تقدر تاخذه لاحقا. كان فحص السي اس يكلف ماديا، فحص السي اس نفسه الرسم تبعه 1500 دولار، وتيكت الطيارة على أمريكا 1000 دولار، وبدك تتوقع مثلا تقعد أسبوع بأمريكا، ما حدا بيجي 24 ساعة بيرجع، فأسبوع بدك تقعد، يا إما تقعد عند رفقاتك يا إما تقعد بأوتيل. فهذا الشيء بيتعلق إنه أنت إذا في عندك رفقة أو ما عندك رفقة بأمريكا. معظم الناس الخريجين كانوا يروحوا يقعدوا بهيوستن، اظن هي كان المركز المفضل للعرب، ويعني ما بعرف شو، انا ما مرقت بهذا الطريق. انا قدمت بمحل ثاني، قدمت بشيكاغو، وكنت اصلا بامريكا، كان مختلف وضعي تماما. طيب انا حابب اسمع منك بقى هلا، اول شيء انت لحتى تطلع لحتى وصلت لهلا لتعديل شهاده، للحصول على شهاده الاي سي في الاي سي اف ام جي، انت حصلت على شهاده التعديل تبع الاختصاص، بمعنى اخر صار هلا تقدر هلا هون ما مو تمارس الطب بأمريكا، ما بيحق لك تمارس بأمريكا، صار فينا تحدم على بروجرامات التدريب سواء على الإقامة أو الفيلوشيب بناء على حصولك على اي سي اف ام جي. فشو هي المتطلبات مظبوط. الحالية وشو هي الشغلات اللي لازم تقدر تعملها، ووين بتعملها، برا أمريكا أو داخل أمريكا؟ تمام. أول شيء مثل ما حكيت حضرتك، الطريق لسه في جزء مشابه لقبل وطريق تغير وجزء تاني تغير بعد ما صارت الكورونا وصار السفر صعب إلى حد ما. الجزء اللي ضل ثابت هو إنه لسه شرط إنه الواحد يكون مخلص الستيب 1 والستيب 2 سي كي لحتى يقدر يقدم على السيرتيفيكيشن. طبعا بس ستيب 2 هو الامتحان اللي جزء السريري صحيح؟ يعني هو تمام باطنه، انترنال ميديسن ونسائيه وجراحه واطفال. تماما 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 في له الستيب 1 علامه بيزكس ولا ما في يعني له علامه؟ تماما. الستيب 2 فيه علامة وعلامته زادت أهميتها كتير بعد مجموعة من التغيرات اللي صارت، اللي خلت الستيب 1 مجرد علامة ناجح أو راسب بدون علامة. يعني انا على ايامي ستيب 1 انا قدمت ب 2016، اظن تعديلها صار ب 2019 او 18، غيروا ستيب 1 اللي هو امتحان البيزك اللي هو تشريح وفيزيولوجيا وادويه، غيروه من علامه لباس وفيل، نجاح ورسوب صحيح؟ تماما. معناته وانت قاعد برا امريكا لازم تقدم هالامتحانين، لازم تقدم امتحان ستيب 2 وتقدم تماما امتحان ستيب 1 وتنجح فيهم، وستيب 2 ستيب 2 لازم تنجح فيه بعلامه عاليه مشان يكون سي فيتك او يعني امكانيه تقديمك عاليه بالمستقبل.
تماما في تماما. دائما سؤال بينطرح انه مين افضل، ستيب 1 قبل ولا ستيب 2 قبل؟ شو رايك انت بالكلام هذا؟ بصراحة ما في لحد هلا جواب ثابت، لأن الموضوع شخصي نسبة للبروجرام دايركتورز. بس حسب استبيانات صارت، هو إنه في مجموعة من البروجرام دايركتورز راح ياخذوا هالموضوع بعين الاعتبار، راح يشوفوا علامة الستيب 1 حتى لو إنه باقي المتقدمين كانوا باس فيل، وفي مجموعة راح يساووا مثل بلايند للنتيجة، ما راح يشوفوا علامة أي حدا. ما اظنك عرفت، ما اظنك سمعت سؤالي مظبوط. انا عم اسال اذا انت برا امريكا، مثل انت بحالتك قدمت ستيب 1 قبل ولا ستيب 2 قبل؟ تمام، انا قدمت الستيب 1 قبل. لانك انت طالب طب كنت صحيح؟ تماما، ربما كنت هي لساتني. للمتخرجين الجدد او طلاب الطب ستيب 1 افضل يتقدم اول وبعدين ستيب 2. بحالتي تماما. انا الخريجين القدامى المخضرمين بين قوسين يعني ختايره، فربما افضل تقدم ستيب 2 قبل بعدين تقدم ستيب 1. هلا هذا الشيء مره ثانيه بيرجع للشخص نفسه، والامتحانين مرتبطين ببعضهم كثير. يعني انا بذكر تماما. على ايامي مثلا الايثكس، مثلا انا لما قدمت ستيب 2 اول الايثكس فيه كان مهم، وانا بالايثكس كنت اصلا شاطر ما كان عندي مشكله فيه. فلما قدمت ستيب 1 الايثكس تبعه اسهل بكثير من ستيب 2، فما كنت افكر فيه مظبوط. اصلا. يعني مثلا هي احد الامثله. بس اذا يعني مره ثانيه هذا الشيء بيرجع لشو هو مستواك العلمي. اذا انت اصلا متخرج ومخلص ميديسن وغيره انا بنصح الستيب 2 اولا، اذا انت طالب طب الستيب 1 اولا. طيب تماما معناتها انت تماما. قدمت الامتحانين ونجحت فيهم وجبت علامه عاليه ان شاء الله بالستيب 2. طبعا علامه الستيب 2 هلا ما عادت نسبه مئويه مثل ما كانت من 20 سنه، هي ثلاث تماما. علامات اللي هي 220 240 حتى 270 اظن، او 200 ما بعرف شو العلامه التامه، اظن 270 صحيح؟ ايه والله بحدود 280، حتى في اه طلاب بيجيبوا هلا 82. الاي ام جي معظمهم يعني الخريجين الخارج امريكا لازم يطلعوا على علامه 250 وطالع على فكره مشان يطلعوا البروجرامات عليهم يقولوا انه هذا الشخص يعني مرة ثانية هذا الشيء بيتغير من مكان لمكان حسب البروجرام نفسه. طيب تمام. هلا أخذنا ستيب 1 وأخذنا ستيب 2، هلا باقي الجزء الثالث اللي كان هو امتحان السي اس واللي التغى بال2020 بسبب الكوفيد، صار في له بديل. فشو هي تمام. البدائل تبع السي اس؟ البدائل اللي انطرحت للسي اس هي اجتماع امتحان لقدرات الطالب الانجليزي، هو امتحان اسمه او اي تي. تمام. فهلا هلا بالاجتماع اللغة الطبية صار يستبدلوها بالاو اي تي، احكي لنا عن الاو اي تي لو سمحت. تماما، فحص الاو اي تي هو فحص بيشبه نفس تقسيم فحص الايلتس، هو اللي يعني منتشر اكثر او شائع اكثر عند الناس، بس مواضيعه طبيه. يعني فرضا الريدينج بتجي نصوص طبيه، الليسنينج الواحد بيكون عم يسمع حديث بين طبيب ومريض، السبيكينج هو استجواب لمريض او كذا، فهو فينا نعتبره النسخه الطبيه من الايلتس طيب والى حد ما اسهل. خليني يكون عملي معك. انا هلا زلمه بدي اقدم الاو اي تي، انا شو لازم اعمل؟ بروح على الويب سايت تبعهم بقول لهم انا بدي باخذ يعني لو مثلا هو موجود بكل العالم اماكن للاو اي تي، وين مكان، وين مثلا بسوريا موجود؟ بسوريا مو موجود حاليا، بتقدم الاو اي تي بمراكز البروميتريك مثل الستيبات، يعني مثل تمام. واحد يعني بالمو بيروت موجود، ببيروت. في عمان موجود، تماما في القاهره، بالخليج اكيد موجود. طبعا بس فهمت تماما. من الحديث ستيب 1 وستيب 2 موجود بكل العالم. طبعا بدمشق كان في مركز من 20 سنه وتسكر، حاليا موجود ببيروت في مركز الستيبات، هو نفسه بروميتريك مثل ما قلت، وموجود بعمان والقاهره واظن اسطنبول والخليج، دول الخليج كلها موجود فيها اماكن للستيبات. تماما فجينا على الاو اي تي نفسه هو بروميتريك مثل ما قلت، فهو يعني تماما معنى اخر مراكز البروميتريك، شركه البروميتريك معنى اخر، فهي تماما موجوده بنفس العواصم تقريبا، موجوده ببيروت وموجوده بعمان والقاهره. طيب تماما. انا بدخل على الويب سايت تبعه بقول لهم بدي امتحان بالموعد الفلاني، بدفع الرسم وذاتس ات، هي هي تماما تماما. بس رسم بيطلبوا الامتحان. رسم الامتحان حوالي ال 500 دولار امريكي، لانه هو بالدولار استرالي، نسيت الرقم، بس حوالي 500. 500 دولار امريكي، شو قلت عفوا انت شو يطلبوا منك؟ وقت الواحد بده يحجز الموعد تبع الامتحان، بمعظم الاحيان بيكون السبيكينج مو بمركز البروميتريك نفسه، بيكون اونلاين بيوم تاني خلال اسبوع من اليوم تبع البروميتريك، طيب قبل خليني او بقى بعد. اسالك، يعني انا اول شيء انت احكي لي عن الامتحان شلون قدمت انت، وبعدين احكي لي شلون درست للامتحان. فانت رحت تمام دفعت على الويب سايت واخذت تماما موعد، اللي هو وين قدمت انت، باي مدينه عفوا؟ بدبي قدمت. كنت بدبي انت وقتها وقدمت بدبي. فشو شو عملت بيوم الامتحان يوم رحت على الامتحان؟ يوم الامتحان بحد ذاته هو بس طلعت الصبح، مثل كان الامتحان 8 الصبح، طلعت قبل بشي ساعة تمام. على مركز البروميتريك. هذا الفحص سؤال، كان إذا شو مثل هو الامتحان، شو عمل، شلون هو الامتحان صار، هذا سؤالي. تمام. كان هو عبارة عن أجزاء، ريدينج عبارة عن 3 أجزاء. تمام. الريدينج شو عملت بالريدينج؟ يعني أعطوك نصوص مثلا تقرأها؟
تماما. في اسئله بيكون انت تقرا نص بعدين بتوصل خيارات ببعضها او بتعبي الفراغات حسب فهمك للنص، اجزاء تانية مش يعني ثلاث نصوص طبية بتقرأها مثلا بحكي عن التهاب الزائدة أو عن سرطان الدماغ أو كذا مثلا، تمام ما هي كلام خاص طبي هو صحيح، تمام تمام وبعدين تمام بيسألك أسئلة عن النصوص اللي قرأتها، يعني مثل أسئلة القراءة بيوم من الأيام اللي كنا نعملها بالمدرسة، صحيح؟ فهذا تماما. فائدة هذا هذا واحد من الأجزاء، في تمام، الجزئين الثانيات بيعتمدوا أكثر على الفهم واختيار من متعدد بيكون اللي هو شو هو السبيكينج لا مش لا السبيكينج. نفس ضمن الريدينج نفسه، هي اه طبعا، مقسمة لبارت كان A قصدي B. انه انت هي ريدنج بالنهايه، انه انت بتقرا نص وبدك تجاوب اسئله عن النص اللي قراته، تماما بس تماما كلها اونلاين يعني كلها مولتيبل تشويسز وكذا وهكذا، تماما تماما هيك. يعني مثلا ما بيطلبوا منك تكتب موضوع تعبير يعني. بالرايتنج في شيء مشابه بس هو هو مو احنا موضوع خلصنا من تعبير. الريدنج، الريدنج هو تقرا نص وتجاوب عنه تمام، تماما تماما. بعده الرايتنج الرايتنج الواحد بيكون عم يعني خياراته هي كتابة شغلات ممكن تنطلب منها بالمشفى، discharge letter إذا مريض عم طالعه برا المشفى أو referral letter، هي الأشياء بشكل عام يعني. جميل. فالواحد بيكون متدرب على الآلية تبع كتابة كم النص. سطر مثلا؟ شي 5 سطور بيطلبوا منك؟ لا أكثر بمنيح، أكثر بمنيح. ما في عدد معين تماما، بس هن بيعطوك مثل قصة سريرية كاملة لمريض، وأنت بدك تعرف تكتب شو المعلومات لازم تحطها وشو المعلومات اللي ما لازم تحطها وكيف تحافظ على قالب معين بحيث انه ما تطلع برا الكلمات عدد كلمات معين ولا تكون قصيره زياده. بس ما عديت الاسطور قبل، بس اكثر من 5 بمنيح يعني جميل، الموضوع فاللي بيطلع بيطلبوا طويل. منك كلام يعني معنى اخر لو طبيب ممارس ما حتكون تمام مشكله عنده ابدا، اللي حتكون عنده مشكله اللي هو انجليزيته ضعيفه اصلا او اللي هو طالب طب وبحياته ما اشتغل طب صراحه. تماما تماما. طيب الشغله هاي الريدنج وهي الرايتنج بيبقى شو بيبقى؟ الليسننج. الليسنينج نفس الريدنج تماما، بس بدل ما يكون النص مقروء قدامك هو عبارة عن نص عم تسمعه، ممكن حديث بين ممرضات، ممكن طبيب مع هو مريض. امتحان استرالي عفوا منك قلت؟ تماما. في اكسنت استرالية صعبة ولا لا؟ بصراحة أنا ماني متدرب على الأكسنت الأسترالي وحسيته سهل، فبعتقد لا. انت طبعا ما طالع برا سوريا، انت دارس بسوريا ودراستك على جامعة دمشق، فكان دراستك اللغة الطبية بالعربي دارس حضرتك، ونجحت تماما من اول مرة ما كان عندك مشكلة فيه. طيب من أول مرة هاي الليسننج وبيبقى سبيكينج، سبيكينج كيف عملته اونلاين؟ أونلاين. بعد أنا كنت حاجزه بعد حوالي 3 أيام. اوكي كان عبارة عن إنه بتتواصل مع شخص وبيعطوك نوتس معينة. شخص حقيقي يعني ريال بيرسون. شخص، أيوه شخص حقيقي، هو ممثل اوكي بيقول لك إنه أنا حاليا رح ألعب الدور معك، وهو بيكون مريض وبيعطوك كارد معين فيه معلومات عن هالمريض، بدك تعرف تاخذ القصة السريرية حسب المطلوب. فانت بتتواصل كانك عم تتواصل مع شخص باللغه الانجليزيه تاخذ منه معلومات وتوصل له اللي بدك اياه، يعني بده يكون عندك تلاقه بالانجليزي على التليفون. تماما لانه تماما على فكره انا بقول لك اللي ما بيتعلم انجليزي او اللي يكون عم يتعلم انجليزي جديد، اصعب مرحله صراحه هي مش هي الحكي، هي الحكي على التليفون، لانه على التليفون مظبوط. فعلا ما دام ما شفت الشخص وهو ما عم يشوفك، فاذا كانت لغتك او الاكسنت تبعك صعبه او اللفظ تبعك غلط بيصير التواصل صعب كثير حقيقه، فبده يكونك متدرب على الحكي بالانجليزي على التليفون. انا بعرف كثير ناس وصلوا لاصعب مرحله، مش بالاويت يعني كيف شغلات ثانيه، انه يتواصل على التليفون كان عنده مشكله صعبه، فهي لازم تدرب عليها. طيب انت نجحت بالاويتي تماما والنجاح لازم يكون بعلامة محددة، صحيح؟ تماما. لازم بكل كم؟ قسم من الأقسام يكون الواحد جايب أكثر من 350 من أصل 500. من عدا الرايتنج هي السنة سووا تسهيلات فيها إنه ممكن بالرايتنج يكون جايب 300 فما فوق فهو مقبول. جميل، قديش أخذت وقت دراسة حضرتك لحتى نجحت بهدول الأقسام الأربعة اللي هي امتحان؟ تمام تمام أنا بصراحة قدمت الـ OET بفترة كنت يعني داخل بدراسة الاستيبات صار لي فترة طويلة، ومستواي بالإنجليزي جيد نسبيا B2 عمليا كان، فأخذت مني تحضير حوالي الأسبوعين، كل يوم حوالي الساعة لساعتين. شلون عرفت انه مستواك بي 2؟ على اساس وقيمته؟ ان الاو اي تي لا مستواي بصراحة يعني من مواقع أونلاين كنت على طول ساوي تقييم لحالي طالع لي مستواك B2. ما عندي فكره عن مواضيع موضوع المستويات بالانجليزي صراحه، انا ما عندي فكره ابدا انه في مستويات بالانجليزي اصلا، بس انت عم تقول انه مستواك بي 2 ما شاء الله. طيب معناتها نحن انت قدمت الاو اي تي اخذت متطلباته ودفعت 500 دولار وبدك تضيف على 500 دولار في سفر للعواصم اللي بدك تساويها اذا كنت بسوريا او اذا برا سوريا بمدينتك نفسها بتساويها اذا كنت بالخليج او بغير بلدان. هذا تمام اول شرط اللي هو شرط اللغه الطبيه، شو بيبقى شروط مشان لان احنا مثل ما عندنا في لسه الكلينيكال سكيلز وفي المهارات الثانيه، شو لازم تعمل كمان؟
تمام. حاليا الاي سي اف ام جي فاتحه 6 باثويز لحتى الاطباء وطلاب طب يقدروا يمشوا بالسيرتيفيكيشن. تعرفون كلهم انت 6 باثويز؟ انا بصراحه بعرف ثلاثه منهم، اللي هن جميل اثنين من شائعين عنا بسوريا واللي هن بيستخدمونه بسوريا. جميل، احكي لي انت عن اللي عملته اول، وبعدين احكي لي عن تمام. اللي انت او اثنين عم تعرف منهم ثلاثه انت. ايه بعرف ثلاثه انا، بس اثنين تمام، بسوريا قابلين. احكي لي عن اللي عملته انت، وبعدين احكي لي عن اللي غيرك بيعملوا غيره، فشو عملت انت؟ تمام. هلا انا مشيت بالباثوي السادس، الباثوي الاخير، اللي اوكي هو قائم على انه الواحد يساوي شيء بيسموه كلينيكال انكاونترز، انه يتم فحصه من قبل اطباء. والناحيه الايجابيه بالموضوع انه الاطباء ممكن يكونوا من بلده ببساطه، يعني انا اطباء من مدينتي بسوريا فحصوني بكل بساطه واخذوه يعني انت وقبلوه. بتروح على طبيب بتعرفه، شو شرطه هذا تمام الطبيب؟ اول شيء يكون مرخص يشتغل بسوريا، تماما و كده انه على 5 سنين بده يكون عنده، تماما يعني بده يكون طبيب عنده 5 سنين خبره بسوريا، تماما وما في عليه اي، يعني هذا الطبيب لما بيعمل لك تقييم ما في عليه اي عواقب انه هو والله حدا حيحاسبه ولا غير، بس بيسجل تماما اسمه انه رقم تسجيله وبيقدم انه هذا الشخص يعني بيعطيه علامات. طيب على اساس شو هذا الطبيب اللي هو قاعد بسوريا عم بيقيمك؟ قصدي شلون بيعرف التقييم؟ في عنده نقاط بيبعثوا له اياها مثلا؟ يعني تمام هو هلا انا يعني قصدي انه هو هذا الطبيب، طبيب طلال مثلا، انت جيت بدك يعني يقيمك. انا ما بعرف شو هو تمام التقييم الامريكي، انا ما عايش بامريكا مثلا. تمام تماما في فورم بموقع الاي سي اف ام جي بياخذه الطبيب، بحيث انا بتعلم على اساس شو قيم ارام او غيره. الفورم بصراحة هو فورم أونلاين، بيكونوا اوكي موضحين لك إنه عدد، مثلا إذا أعطيته لآرام 3 نقاط، فهو مثلا أول 3 نقاط هي مكافأة لطالب طب ضمن الجامعة بأمريكا. إذا أعطيته بين 4 و6 نقاط فهي مكافأة لخريج طالب، لخريج كلية الطب. إذا أعطيته أكثر من ايوه ست علامة نقاط نهائية، بس بشو هو بده يقيمك؟ ما هو ما بده يعلموه للطبيب انه بشو تمام يقيم هذا الطبيب، ما في هيك فورم تماما مثلا اساله عن كذا اساله عن كذا. تماما فهي بتكون بده يقيمني بطريقة أخذي للقصة السريرية علي يعني العلامات، بده يشوفك انه عم تفحص مريض وتاخذ قصة. جميل قصة سريرية والفحص السريري والكوميونيكيشن سكيلز والأخلاقيات بالتعامل مع المريض جميل. والبلان والأسيسمنت اللي حطيته أنه إلى حد ما بمعنى منطقية اخر كذا. لو اجيت لعندي يا ارام وطلبتني قيمك انا مشان بدك تطلع على امريكا، وانا طبيب قاعد بسوريا حياتي ما طلعت برا امريكا، ما حياتي ما طلعت على امريكا، وما بعرف شو النظام، وانا بينطبق عليه الشروط، اي طبيب بالمناسبه بينطبق عليه الشروط، بس يكون مسجل ومعه 5 سنين، يعني ما ضل يكون طبيب عام او طبيب داخليه، طبيب جراحه، اي طبيب بيمشي لحاله. تماما تماما بغض النظر يكون بعياده خاصه بجامعه، كل الاطباء السوريين بيمشي لحالهم، بيقدروا تماما يطلعوا الطلاب الطب او الخريجين. فانا بدي اطلب منك يا ارام تساعدني انه بشو بدي كان يقيمك، فانت بتجيب لي الفورمات هي من الموقع تبع الاي سي اف ام جي، وانا بتطلع عليها وبشوف انا بتعلم شلون بدي يقيمك بمعنى اخر قبل ما اوقع لك الاوراق. لما بوقع تمام لك كم طبيب لازم يقيمك؟ المطلوب 6 كلينيكال انكاونترز، فممكن انه كل طبيب يقيم تنتين، فبالمينيموم لازمنا 3 اطباء. 3 اطباء، كل طبيب بيشوفك عم تفحص مريضين بيشوف تماما تقييمك للفحص، بينذكر اسماء المرضى ولا لا؟ لا ممنوع ذكر اي شيء بخص المرضى او طيب حتى شو ضمن اللي بيضمن، التقييم. شو اللي بيضمن انه ما في احتيال بالموضوع، انه هذا الطبيب ابن عمك وكل الموضوع مثلا؟ في ضمن الشروط انه ما يكون في قرابه بين الطبيب والشخص اللي عم يقابله، وفي شرط انه ما يكون متلقى اي مبلغ مالي مقابل هالموضوع هذا. ولو انكشف هذا الشيء بتأذى صاحب العلاقة اللي هو أرام، ما بتأذى أنا، أنا قاعد بسوريا صحيح ولا لا؟ تماما تماما اللي بيتأذى هو اللي بده يقدم على السيرتيفيكيت. تمام. فهلا إذا أنت عملت هي 6 انكاونترز وثلاث أطباء قيموك عليهم وأخذت علامة المطلوبة مثل ما بدهم هنين، بتبعت الفورم، مين بيوقعوهن للفورم وبينبعت أونلاين؟ الفورم اونلاين تماما، بس بيسوي له سبمنت. بيبعتوا إيميل مثلا، هنا بيكون عملوا أكاونت عند الـ ECFMG مثلا؟ تماما تماما بيساوي اكونت على الاي سي اف ام جي ببساطه، بيدخلوا على الاكونت تبعهم وبيعبوا الفورم اونلاين وبيساوي سبمنت. مرأت بهالمراحل هاي عمليا، انت اخذت امتحان الاو اي تي ومرأت تمام بهدول اللي تعرفت على 3 اطباء وطلبت منهم يقيموك ووافقوا وعملت 6 انكاونترز بعد ما تدربت معهم ربما او غيره، الاطباء اعطوك تقييم جيد وبعثوا لك اياه اونلاين، والاي سي اف ام جي استلموا اظن، تمام اظنك لو وصلك ايميل انه انت الحمد لله مقبول بالنسبه ل الحمد لله الباثوي ابروفد وانقبلت. طيب هل تعلم انه هذا الشيء له اكسبيريشن صحيح؟ يعني تماما انت ارام احنا بعام 2023، انت تمام اي سي اف ام جي سيرتيفايد تل ديسمبر 2024 صحيح؟
مظبوط تماما. تمام. بمعنى اخر هم بدهم يحافظوا على هذا الطبيب اللي هو ارام دائما الكلينيكال سكيلز تبعه عاليه، وهم ما عم يطلبوا شروط تعجيزيه، او اي تي ما بده اعاده، بس هي تمام الكلينيكال سكيلز اللي انت عملتها هلا لو لا سمح الله ما قدرت تاخذ الريزيدنس السنه الجايه ولساتك تمام بمرحله عم تدور على ريزيدنس السنه اللي بعدها، يعني هلا انت جاهز ان شاء الله تقدم على الريزيدنس العام 2024 وان شاء الله تماما تاخذ، بس لو ما قدرت تاخذها مرقت 2024 وما اخذت الريزيدنسي تبعك، فانت الاي سي اف ام جي تبعك اكسباير. بمعنى اخر بالتعيدة. انت بتقدر بتشوف ثلاث ست حالات وثلاث اطباء بيقيموك وبيعطوك ابروفا من جديد، وما اظنها تمام بتكلف ماديا. يعني على فكره هلا هذا الشيء اللي عم تحكي انت ارخص من الايام بصراحه، يعني عمليا انت تمام او اي تي كلفها 500 دولار مع سفر ربما بدك ليلتين ببيروت او غيره، ما يعني بده مثلا شيء 200 300 دولار ثاني، يعني اقل من 1000 دولار كلفك، ما بيكلفك 1000 دولار سفر لبيروت تمام من عندك، من عندك لبيروت بده شيء 200 دولار مثلا، تماما تماما يعني شغل 700 دولار. انا على ايامي انا لازم ادفع 1500 زائد 1000 كرت طياره زائد الفنادق اللي هي على الاقل 5 ايام مثلا شيء 600 دولار مثلا او كذا، يعني في دفعه 2000 دولار برياحه، شو 2000 دولار 2500 3000 دولار على الاقل، ولسه ربما ما صرفت شيء يعني. تمام فعمليا وفروا فلوس على الناس، وخاصه موضوع الفيزا مثلا، موضوع السي اس انا كان لازم اقدم على فيزا، هي لحالها هي ما تمام كلفه الفيزا ما حسبناها، لازم ادعم على بي 1 بي 2، واذا ما اعطوني الفيزا، معظم السوريين كانوا ما يعطون فيزا هذيك الايام، فكانوا ما يقدروا يقدموا السي اس بسبب هذا الموضوع. فصراحه هي موضوع الكوفيد انه لغوا هذا الموضوع كان رحمه للسوريين ولغير السوريين. طيب هذا تماما تماما الباثوي الاولي هو انا شايفه اسهل واحد، في داعي نمشي بالثانيات؟ في باثوي واحد سهل جدا للأطباء اللي معهم ترخيص دائم. جميل. أي الاطباء اللي طبيب؟ قاعدين بسوريا ومخلصين وهن عم يشتغلوا بعياداتهم وعنده تماما ترخيص من وزارة الصحة، ترخيص دائم انه هو تماما يشتغل بسوريا كطبيب، شو بيعمل هذا الطبيب؟ تماما شو بيعمل؟ بكل بساطة مثل ما حكينا، نتائج فحص الـ OET بالإضافة لأنه يترجم الترخيص فلازم يقدم، الدائم تبعه، لازم يقدم الاو اي تي اول شيء، هذا مفروغ منه مفروغ منه تماما، يترجم ترخيصه. اوكي يترجم ترخيصه وبراس الاي سي اف ام جي، والمفروض خلاص، بتتيسر وانتهى الموضوع، بياخذ بس سيرتيفيكيشن فورا. ترجمه يعني كمان ارخص له صار، بس هي ما بده مني حدا من زملائه الاطباء. طيب مين تماما. معناتها مين بي لسه في باثوي ثالث بتعرفه انت شو هو؟ الباثوي رقم 3 هو بيعتمد على كليات معينة من كل دولة، في مجموعة من الكليات المذكور أسماءها ممكن تمشي بهذا الباثوي بدون أي شيء ثاني، بس مجرد يعني ما بعرف تفاصيله تماما، بس بعرف إنه إذا طالب جامعته مذكورة فبيمشي بسلاسة من هذا الباثوي بدون أي شيء. طيب عمليا اللي حابب يتعرف اكثر على الباثويز كلها موجوده على موقع الاي سي اف ام جي. هلا الشغله الجديده تمام اللي عملوها انه في اكسبايريشن هلا للي بيترجم اللايسنس تبعه اللي هي اللي عنده ترخيص بسوريا، الى اكسبايريشن ولا ما لها اكسبايريشن؟ ما لها اكسبايريشن. بعرف أي ورقة، بصراحة يمكن أي ورقة بسوريا بتترجم مدة صلاحية التصديق تبع 3 شهور، بس مو هلا متأكد لا تماما. لا، اذا اخذ الاي سي اف ام جي على هالاساس هو الطبيب مخلص له تمام. اكسبايريشن الاي سي اف ام جي تبعه، المفروض إيه، بعتقد كل الباثويز بس يعني إنه هو السنه اللي بعدها حيرد اكسبير. يترجم من جديد، يعني انه هو اللايسنس تبعه لساته فالد يعني بده مثلا، بصراحة ما يعني ترجمه جديده ممكن في اسوء الاحوال يترجمها مره ثانيه، يعني مره ثانيه هي القوانين كلها بتتغير، نحن مره ثانيه عم نحكي اليوم بالشهر السادس 2023، وهي القوانين كل يوم بيطلع قوانين جديده وتغييرات جديده، فانا هي كلها اشياء تمام. جديده اليوم انا عم اتعرف عليها من اخونا ارام. ففي شيء ثاني خلينا نذكر الزملاء، كم الوقت المتوقع لدراسه الامتحانات ترى ستيب 1 وستيب 2؟ تمام هلا انا اخذ مني تماما طبعا بحكي سنه عن تجربتك اسبوع. انت. تماما انا بلشت بالفصل الثاني من السنه الخامسه بالكليه، عندنا الكليه 6 سنين طب، فانا من الفصل الثاني بالسنه الخامسه بلشت، اخذ مني حوالي السنه و9 شهور تقديم الستبين سوا والاو اي تي معهم كمان، لان قدمت هلا اونلاين. الاو اي تي انت حكيت 10 ايام كله، انت ما حكينا نحن صار التحضير للاو اي تي، الاو اي تي في له مصادر للدراسه بالمناسبه؟ تمام هلا بصراحة الريدينج والليسنينج ما احتجت مصادر، لأن المناهج الستيبات كانت مقويتني بما فيه الكفاية فيها. بمعنى اخر بعد ما قدمت السيبات ودرست لغه انجليزيه جيده قراءه وسماع وفيديوهات، صار تقدر تقدم امتحان الاو اي تي بدون اي مصادر اضافيه. تمام احتجت بالسبيكينج والرايتينج، اتدرب مع حدا اونلاين، لأن بس يتدرب الواحد على القوالب، فساويت جلسات نص ساعة نص ساعة تدريب يعني. هلا انا بعطيك من خبرتي بالموضوع، انا لما كنت عم اقدم ستيب 1 وستيب 2 انا كان اليوتيوب كان هو ايدي اليمين صراحه بالدراسه،
فانا لما تمام. اتعصبت مع الموضوع وخاصه مواضيع الدي ان اي والريبليكيشن والنسخ وكذا، كنت افتح على يوتيوب حقيقه في كثير فيديوهات بروفيشنال معموله فيها فيديوهات صور، مش بس صور، فيديوهات يعني حركه انيميشن، وبيحكوا لغه انجليزيه سهله كثير. فاللي تمام. لغته بعدها ضعيفه بيقدر يعود حاله من خلال فيديوهات اليوتيوب يسمع الكلام الطبي، وهذا ربما هو اللي حيجي بامتحان الاو اي تي. صحيح؟ تماما تماما، مفيد جدا. طيب جميل جدا، معناتها هذا الشيء طبعا مدة الدراسة هي عموما هذا الكلام اللي عم تحكي انت هو سنتين، هذا هو الستاندرد من ايام 20 سنة لهلا، سنتين هو مدة الدراسة، التحضير لدراسة الاستبعاد. هلا انا صراحة اقصر بكثير وما حاقول قديش قلت لانه مش وقت الايام، فارقام قليلة تمام. كثير، بس انا كنت مخلص داخلية ومخلص عناية، فما كان عندي مشكلة بكل الثلاث ارباع الستيب 2 ما فيه، ما كنت افكر فيه اصلا. تمام. فمصادر الدراسة تبع السبات خليني أقولها بشكل سريع، للسيب 1 شو عم يقروا هالأيام الناس؟ تمام، حاليا المصدر الثابت على طول هو للساتو اليوبورد كبنك اسئله، والفيرست ايد كمصدر مختصر للمراجعه. يو وورد والفيرست اير اللي هي الكابنة. الفيرست ايد لا لسه غير نهج كابلا، لان الفيرست ايد هو عباره عن يعني هو مختصر رؤوس اقلام. الكابلة، انا فكرت هو اللي تابع للكابلة، بس هو فيرست اير اللي هو مختصر كل الكابلة. تمام، تماما. هذا بستيب 1 بس وبستيب 2. تماما. بس بشكل اساسي بالستيب 1 انا كنت مدعم هدول المصادر بفيديوهات بورتس اند بيوند، رائعين، الكل عم يستخدمها حاليا. فيديوهات باثوما للتشريح المرضي كانوا كمان رائعين، وللي عنده قدره على الحفظ البصري ففيديوهات سكتشي للمايكروبيولوجي والفارماكولوجي رائعين. جميل جميل. هلا انا من 5 سنين كان مصادر مختلفه، من 7 سنين درست ل 2016 كنت قريت عم نقرا كابلان، صراحه كابلان مع يو وورد، كابلان اللي هي تمام. مصادر، هي الكتب كثير حلوه بالستيب 1 وبالستيب 2 صراحه، واليو وورد اللي هو ام سي كيوز اللي هي شيء 1500 سؤال، بنك اسئله كبير مع حتى في امتحان بالاخر. طيب تمام. في شيء ثاني حابب تضيفه للي حابب يعدل شهاده؟ في شيء نسيناه على علمك؟ هذا في شيء ما ذكرناه؟ ما لا، بس بصراحة إنه يعني اللي عم التغييرات اللي عم تصير حاليا لازم تكون عم تشجع أي حدا إنه يمشي بالطريق، لأن مثل ما حكيت حضرتك يعني كل ما له عم يصير أسلس، ويعني الفحوصات ما أنا هالشيء المعقد أبدا، مجرد ما الواحد يعني التزم بالمصادر ومشي فطريق جدا مقدور عليه. انت عمليا هلا ارام انت اي سي اف ام جي سيرتيفايد، انت ما درست امريكا بعد، لسه إن انت ما شاء الله اخذت قريبا. فيزا ان شاء الله يا رب الله ييسر لك، بس انت ما طلعت على امريكا ولا دخلت بدوامه الفيزا ولا اي شيء، انت ما معك اي يعني لهلا خارج ارض امريكا وانت عم تقدم امتحاناتك براتها، واخذت تماما الاي سي اف ام جي بمعنى اخر شهاده التعديل الامريكي، وهذه نقطه ايجابيه كبيره صراحه. تماما طيب يا سيدي جزاك الله خيرا ومشكور، وان شاء الله نتمنى للزملاء اللي حابب يطلع على امريكا يستفيد من هالفيديوهات او من الكلام اللي عم نختصره، وان شاء الله يا رب يكون مفيد. راح احاول احط بإذن الله. باللينكات موقع الاو اي تي، اظن موقع مشهور يعني ما بده، ما بحاجه ل الكلام، وموقع الاي سي اف ام جي، اي سي اف ام جي يعني احفظوها كمان ما له بحاجه، في معلومه ربما نسيناها نقولها، لما انت بدك تسجل الاي سي اف ام جي بدك تعمل فيريفيكيشن، لازم الاي سي اف ام جي يتاكد انه انت شخص حقيقي وانه انت تابع لجامعه معترف فيها، جامعه دمشق. هاي المرحله كثير بيعكوا فيها ناس صراحه، لانه في فورم اسمه 186 اظن، تماما 186 تماما، لازم تحمله من 186. موقعهم وتبعته لجامعه دمشق مثلا او جامعتك، ومركز ومكتب المراسلات الاجنبيه هو اللي لازم يبعته من عندهم لامريكا. هاي المرحله كثير ناس بيعكوا فيها. في اضافات على الكلام؟ وبصراحة حاليا متغير الوضع، انه الفورم 186 المفروض انه نوقعه، نحن عم نعمل نوترايز له، لان في موقع اسمه نوتري كام بيتاكد من هالموضوع هذا للناس اللي معهم اقامة غير سورية. للاشخاص اللي بسوريا عم نعتمد على القنصلية التشيكية القائم بالاعمال التشيكي، هو اللي عم يسوي لنا اياها يعني بالسفارة الامريكية بالشام. مكتب مراسلات الأجنبية بدمشق له دور ولا ما عاد له دور؟ حاليا لا، حاليا صرنا عم أوه. نطلع السفارة الأمريكية بدمشق في قائم بالأعمال التشيكي، هو اللي عم يسوي لنا نوتارايز للفورم وعم نبعته بعدين للإي سي إف إم جي. يعني ما عاد مكتب المراسلات حاليا بالجامعة مطلوب إنه يعمل تأكيد لشخصيتك ولا إنك طالب طب عندهم. بتنطلب بمراحل لاحقة لشهادة للدبلومة وللكشف العلامات، بس للفورم 186 فلا. بس يعني مطلوبة بمرحلة، يعني لا يمكن انه يستغنوا الاي سي اف ام جي انه يتواصلوا مع جامعتك، هي شغلة مهمة جدا. يعني هاي لا تماما، اكيد بضل على طول مرة ثانية، التواصل معهم. الفيريفيكيشن ما بيهمني 186، الفيريفيكيشن لازم يتحققوا معك، فهي من المراحل الصعبة صراحة، في ناس اخذوا الشهادة ووقفت الشهادة عليهم على الفيريفيكيشن، فهي مرحلة مهمة وبيعكوا فيها ناس كثير، فانت لازم تعرف مين بجامعتك، خاصة في الشام في البعثة في غيرها، في تماما حلب وتشرين الجامعات الخاصه مثلا حاليا، فدول كلهم في مكتب مراسلات اجنبي، لازم هناك تعرف مين هو الشخص المسؤول، لانه هي مرحله مهمه بحصولك على الاي سي اف ام جي.
تماما تماما. طيب جزاك الله خير أخينا أرام، ممنونك جدا على مشاركتنا وشكرا على معلوماتك، وإن شاء الله يا رب الزملاء يكونوا استفادوا، نلتقي إن شاء الله بفيديوهات ثانية. السلام عليكم. بإذن الله، شكرا لك. تسلم.